جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أرجو الحكم والإجابة حول تلاوة القرآن الكريم بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب مع توضيح المسألة بالدليل، لأن هناك من يتعلق ببعض كلام أهل العلم السابقين بجواز القراءة الجماعية، وهل هناك ضابط للقراءة الجماعية؟ لا تجوز القراءة الجماعية بهذه الصفة، لأن هذا من البدع وهذا محدث، وإن كان عمل به من عمل ممن قبله. العبرة بالدليل، ليس على هذا الدليل كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام ليس عليه دليل فهو محدث. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.